زخم موسيقي في البصرة حرك المشاعر وأطرب الحاضرين، فملتقى العود العراقي بدورته الثانية صوب اهتمامه نحو استعادة دور العود كآلة في الفرق الموسيقية بعدما حجزت مكانة رفيعة لها في الغناء والتلحين. التقى العود العراقي بنسخته هذا العام حمل اسم الملحن الراحل مجيد العلي، ونظمه المركز الثقافي في جامعة البصرة هنا. الملتقى كان فرصة للموسيقيين لتقديم ابتكاراتهم اللحنية من خلال مقطوعات إبداعية لا تخطأها أذن. القادمة ستكون عربية بإذنه تعالى. هذه النسخة حملت دورة الفنان الراحل الرائد مجيد العلي في هذا الملتقى. هذه النسخة حبينا أنه يكون هنالك بحوث مشاركة موسيقية. وشهد الملتقى معرضا لآلة العود الذي ينافس صانعه عازفيه، فكما تميز العراق بكونه صاحب مدرسة موسيقية عريقة خاصة بآلة العود، عرف واشتهر كذلك بصناعة هذه الآلة التي تستخدم في التلحين والتضريب. آلة العود رغم أن التقنيات الحديثة يعني تجاوزتها ودخلت آلات متطورة، التكنولوجيا دخلت، ولكن تبقى آلة العود لها يعني شكلها وطعمها ولونها وصوتها المميز. ملتقى العود جمع أبرز العازفين والموسيقيين العراقيين على أرض البصرة على مدى يومين لتجديد وابتكار مؤلفات انتزعت إعجاب سامعيها بعدما ألهبت الإحساس طربا. هنالك ظهرت كثير من الآلات الحديثة والمتطورة والتي تستطيع أن تلغي دور العود، ولكن العود بيد الفنان الماهر، الفنان العازف المبدع سينطق وسوف يعتبر فرقة موسيقية كاملة. إذن سيل من الأنغام والمؤلفات الموسيقية ملأت المكان وهزت القلب، وكأنها تقول اسمع واستمتع. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.